بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يا عالم الخفية، يا من السماء بقدرته مبنية، يا من الأرض بعزته مدحية، ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة ومضيئة، ويا مقبلا على كل نفس زكية، ويا مسكن رعب الخائفين وأهل البلية، ويا من حوائج الخلق عنده مقضية، ويا من نجى يوسف عليه السلام من العبدية، ويا من ليس له بواب ينادى ولا صاحب يغشى ولا وزير يؤتى ولا غيره رب يدعى ولا يزداد على كثرة الحوائج إلا كرما وجودا، أن تصلي على سيدنا محمد وآله وتعطيني سؤلي، إنك على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين.